جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل مع من يسأل عن حكم من يصوم رمضان ويترك الصلاة بعد انتهاء رمضان، هل يبقى له أجر صيامه وهو قد ترك الصلاة؟ من ترك الصلاة فليس له أجر، وليس له صيام، وليس له أي عبادة، لأن ترك الصلاة تعمدا يخرج من دين الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، في قوله سبحانه وتعالى عن أصحاب النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر أن أول ما سبب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين، وقرن ذلك بالتكذيب بيوم الدين والخوض مع الخائضين ومنع الزكاة، دل على أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، فترك الصلاة لا ينفع معه عمل، لا صيام ولا غير ذلك. وحتى لو صلى في رمضان وحافظ على الصلاة، فإنه إذا ترك الصلاة بعد رمضان بطل عمله وبطلت صلاته السابقة. نعم.